وقد اختار لجميع البشر بل لجميع الكون دينا واحدا منذ خلق الله تعالى الخلق وهو دين الإسلام. ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، كما يتصور كثير من الناس الذين يقولون هناك أديان سماوية. هذا خطأ كبير، ليست هناك أديان سماوية، الدين السماوي دين واحد. الله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نوح عليه السلام أول رسول بعد آدم عليه السلام جاء بالإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى نوح مما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كل هؤلاء جاءوا بالإسلام بهذه الملة، ما كان هناك تعدد في الأديان. ونوح عليه السلام نفسه الله تبارك وتعالى قال فيما يحكيه عنه وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني كان مأمورا بالإسلام، فلذلك كان يدعو إلى دعوة التوحيد، يدعو إلى عبادة الله، لأن هذا مقتضى الإسلام. وإبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ذكر دعاءه ودعاء ابنه إسماعيل عليهما السلام عندما كان يرفعان قواعد البيت العتيق، فكان من دعائهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني كانوا هكذا يدعون الله تعالى أن يكونوا على الإسلام دائما هم وذريتهم. كذلك يقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإبراهيم عليه السلام كان على الإسلام، وهذه وصيته، وصيته إلى بنيه، وكانت أيضا هذه وصية جد وصية حفيده يعقوب عليه السلام لبنيه. فالله سبحانه وتعالى يقول وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالكل كانوا على الإسلام. موسى عليه السلام الله تعالى يقول فيما يحكيه عنه من خطابه لقومه على الله توكلوا إن كنتم مسلمين. سحرة فرعون قالوا أيضا وتوفنا مسلمين. فرعون نفسه ادعى الإسلام عندما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قرية لوط الله تعالى يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كذلك إذا جينا إلى كل أنبياء ما جاء أحد. إبراهيم أيضا قال الله تعالى فيه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولأجل هذا الآن ما يشاع من أن هناك ديانات إبراهيمية،
بحيث ينسبون اليهودية إلى إبراهيم عليه السلام وينسبون النصرانية إلى إبراهيم عليه السلام، هذا من الهراء. الله تعالى نفى عن إبراهيم اليهودية والنصرانية. أهل الكتاب الذين كانوا متمسكين بالكتاب، هؤلاء هم الذين وصفهم الله سبحانه في سورة المائدة بأنهم كانوا إذا سمعوا ما أنزل كانوا سرعان ما يعلنون إيمانهم بما سمعوا به أو ما سمعوه، هؤلاء كذلك أيضا أعلنوا أنهم على الإسلام. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني كانوا قبل أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الإسلام.